is the leader and Nabil Bushnaq, the grandfather of this Vereins, der schon lange die Idee mit sich trug und unter anderem Sadiq Al-Azm dazu befragt hat. Aber das erzählt er uns auch selbst. تعرض العظم نتيجة لنيران العديدة من الجبهات
تربيته الأرستقراطية الراقية سمحت له كما يقول أن يلتفت إلى الواقع الحقيقي وإهمال كل ما له علاقة بالميتافيزيقيا، فأخذ ينظر إلى العالم نظرة عقلانية مادية تحميه من أشكال التعصب الفكري. انتهى من الناس. عندما تشبع فكري بآراء صادق العرب في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، كانت الموجة الوطنية العارمة منذ سنوات الخمسينات والستينات قد تراجعت شيئا فشيئا لصالح الحركات الدينية والإسلام السياسي مدعومة من أطوال الدكتور العربي. خفت صوت معظم حاملي الفكر الوطني التقدمي بفروعه أمام زخم تلك الحركات الدينية، فكان زملائي الوطنيين التقدميين عندما أناقش معهم هذا الأمر بضرورة إنشاء تيار للفكر الديمقراطي مقابلا للفكر الديني يقولون لي أمام هذه الموجة العاتية يجب أن نحمي رؤوسنا حتى تمر العاصفة. في ذلك الوقت 1998 بدأت فكرة إنشاء مؤسسة للرشد الفكر الحر تنضج لدي ولدى بعض الأصدقاء والزملاء والزميلات، وذلك منح جائزة ابن رشد للفكر الحر سنويا لأحد المبدعين أو مبدعات من العرب في مواضيع تساعد في تطوير العالم العربي. بدأت أتواصل مع كبار المجتمع المفكرين في العالم العربي مستفسرا عن آرائهم حول هذا الموضوع. جاء الجواب من العديد منهم إيجابيا مشجعا بضرورة تنفيذ الفكرة. أذكر منهم كمثال وليس بحصر حيدر عبد الشاف فلسطين، نصر حامد أبو زيد ومحمود أمين العالم وحسن حنفي من مصر ومحمد عبد الجابري من المغرب ومحمد لويس مقصود من لبنان، وصديقنا في الفكر والإنسانية صادق جلال العظم كتب بخط يده من دمشق مؤيدا يقول: طبعا فكرة إنشاء مؤسسة للرشد الفكر الحر تهمني كثيرا كما تهم العديد من الزملاء هنا، وأريد أن أعبر لك عن استعدادي للتعاون معكم ومع المؤسسة لما فيه خدمة أغراضها وأهدافها، كما أريد أن أعبر لكم عن إعجاب كبير بالمبادرة التي قمتم بها والتي تستحق منا جميعا كل إعجاب ومساهمة وتعاون. لذا أرجوكم تقبل حول التهاني من جانبي من مشروعكم، كما أشكرك جزيل الشكر على اهتمامك بنشاطي الفكري والثقافي ومتابعتك لكتاباتي ومؤلفاتي. لم أعرف صادق العظم شخصياً آنذاك في فلسطين 1998، بل كان للشرق الطبري بعد أكثر من عقد من السنين هنا في برلين، فوجدت فيه كما في كتاباته الإنسان المنطقي العقلاني الهادي. كان بمواقفه الفكرية يسمو فوق السياسة وفوق الأيديولوجية. أمضى طيلة حياته في السجالات الفكرية مدافعا على الحق والعدل والإنسانية للانتقال من المجتمعات العربية إلى عصر الحداثة وحقوق الإنسان. رحم الله صلى جلاله، وسيبقى دائما في وجداننا حيا، ولأن فكر صادق العظم سابق لوقته سيكون لفكره على الأجيال العربية.